كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذوق كلمة لها معنى كبير، وخلاصتها إنك تراعي مشاعر غيرك. الذوق هو اللباقة والإتيكيت والأدب والإحترام. ما تمد يدك على الأكل قبل والديك، هذا ذوق. تفتح باب المصعد لجارك الكبير في السن، برضو ذوق. تسيب الطريق لسيدة تسوق سيارتها، هذا مرة ذوق. ما تقطع كلام الصغير، والله ذوق. الذوق إنك تتجاهل بعض الأخطاء وما تعلق على كل شيء، وإنك تتعامل مع عامل القهوة زي لما تتعامل مع مدير الإدارة. ولأن الذوق شيء ضروري للمجتمع، طبقت وزارة الداخلية لائحة اسمها المحافظة على الذوق العام، لضبط مخالفات محددة في الملابس والكلام والسلوكيات اللي تسيء للآخرين، وصار عليها غرامات مالية عشان نعكس صورتنا بشكل إيجابي للعالم. لا نبخل على الآخرين بذوقنا عشان ما يبخلوا علينا باحترامهم. وهذه كانت كلمتين مني أنا زكي حسن. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.